شاركت مملكة البحرين في اجتماع رفيع المستوى لتحسين السلام على الطرق في العالم عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ورأس وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية عضو المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، حيث أكد في كلمته خلال الاجتماع اهتمام مملكة البحرين بتعزيز السلامة المرورية ودعم كافة الجهود التي من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، وذلك من خلال التطوير المستمر للمنظومة المرورية وزيادة الوعي لدى مستخدمي الطريق بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، مشددا على حرص المملكة من خلال الأجهزة المعنية على وضع خطط وبرامج استراتيجية لبث الوعي في نشر الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، حيث حققت هذه الاستراتيجية الشاملة انخفاضا في وفيات وإصابات الحوادث المرورية بنسبة 60% من العام 2008 وحتى 2021، مشيرا بأن البحرين ماضية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لرفع معدلات السلامة المرورية وإرساء قواعد نموذج مجتمع واعي بمسؤولياته أثناء استخدام الطرق.